فضيلة الشيخ وفقكم الله، عجوز عمرها 70 سنة كانت في شبابها عندما تصوم ويأتيها الحيض، فإنها إذا أفطرت حال الحيض لا تقضي ما أفطرته جهلا بالحكم، فما الحكم فيها؟ هذا باقي في ذمتها، باقي الأيام التي لم تصمها باقية في ذمتها، فلا بد أن تقضيها وأن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير كفارة. نعم.